منطقة لو مشيت في اتجاهها هتلاقي يافطة تحذيرية بتقولك ممنوع الاقتراب وإلا هتتعرض لغرامة، ولو اتجاهلتها وكملت كام متر هتلاقي يافطة تانية بتقولك ممنوع الاقتراب وإلا هتتعرض للسجن، ولو طنشت وقررت تكمل يبقى انت بقى مستغني عن عمرك، هتتعرض لإطلاق النار. منطقة غامضة وحواليها كلام كتير وأحداث موثقة خارقة للطبيعة وعليها مليون علامة استفهام. تعالوا مع بعض نعرف معلومات أكتر عن المنطقة دي وإيه علاقتها بالفضائيين أو اللي بقوا يسموهم سكان جوف الأرض. هنتكلم النهاردة عن منطقة 51 في ولاية نيفادا في أمريكا، وحاجات ممكن تكون دي أول مرة تسمعها في حياتك. يلا نبدأ على طول. المنطقة 51 كبيرة جدا وموجودة تحديدا في الجزء الجنوبي من ولاية نيفادا في أمريكا، فيها شوية مباني وفيها بحيرة جروم، ودي بحيرة جافة سطحها شديد الملوحة ويقال إنهم بيستعملوها في التجارب بتاعتهم، وكمان فيها مطار عسكري كبير جدا. أمريكا نفسها كانت بترفض الاعتراف بوجود المنطقة دي من أساسه لسنين طويلة جدا، لحد ما روسيا قدرت ترصد من خلال الأقمار الصناعية المنطقة ورصدت كمان مسارات الطيارات. فزي ما تقول كده اضطرت أمريكا بقى والأول مرة تعترف بوجود المنطقة 51، وكان الكلام ده سنة 2013 لما صرحت وقالت إن دي منطقة عسكرية سرية هدفها الأساسي هو دعم وتطوير الطيارات وتجارب سلاح الطيران ونظم الأسلحة. المنطقة ملهاش أي صور حقيقية غير للبوابات وشوية اليافطة التحذيرية بعدم الاقتراب، وكل صورها الموجودة التقطت من خلال الأقمار الصناعية. مستوى الأمن عالي جدا في المنطقة دي بالذات، مع إنها أساسا موجودة في وسط صحراء، لدرجة إن ليها حراس خاصة بيها اسمهم الكامو، بيعملوا مسح كل شوية للمنطقة المحيطة بالقاعدة. مش بس كده، ده في أجهزة استشعار حركة في كل الأماكن المحيطة بالمنطقة بترصد لحد 20 كيلومتر عشان لو أي حد قرب من حقهم يصفوه فورا. والأغرب كمان إن مش أي حد يقدر يدخلها حتى ولو الحد ده رتبته عالية جدا، وكمان محظور تماما من الطيران فوقيها، وفي طيارات معينة ليها خط أحمر هي بس اللي من حقها تدخلها. وطبعا مش محتاجة أقول إن لو في أي طيران غريب عدى من فوق المنطقة مش هترددوا ثانية إنهم يوقعوها. بسبب الغموض والإنكار الشديد لوجود المنطقة من أساسه، الناس بدأت تربط حوادث معينة بالمنطقة 51. ما هو برضو عندهم حق، الحوادث اللي ربطوها بالمنطقة غريبة حبتين تلاتة، زي مثلا حادثة روزويل. الحادثة حصلت سنة 1947 لما مالك مزرعة مواشي لقى مرة واحدة مركبة غريبة وقعت في المزرعة بتاعته، راح جري بلغ الشرطة بس اتفاجئ بوجود الجيش الأمريكي مش الشرطة، لدرجة إنهم جايين بدبابات وقناصين. ولما حاول مالك المزرعة إنه يقرب بعدوه تماما، والمفروض إن مالك المزرعة ده تاني يوم كان هيعمل حوار صحفي يوصف فيه شكل المركبة الغريبة اللي وقعت واللي حصل بالظبط، بس الغريب إن الحوار ده اتلغى من أساسه وتم التحفظ عن مالك، وبعدها طلع في حوار صحفي تحت رقابة الجيش عشان يقول إن اللي اتحطم فوق مزرعته ده عبارة عن بالون مراقبة للطقس، لكن ما كانش طبق ولا مركبة غريبة ولا حاجة. ووقتها تم التحفظ على المركبة الغريبة دي وودوها المنطقة 51. وبعد فترة نشر العقيد فيليب كورسو كتاب بعنوان اليوم التالي لحادثة روزويل، واعترف في الكتاب ده ان الحادثة حصلت بجد وانه ما كانش بالون طقس والكلام ده، وقال انه شاف صناديق فيها سائل محطوط جواها اجسام كائنات غريبة وان الكائنات دي هي اللي كانت موجودة في المركبة اللي وقعت. وقال كمان ان الكائن اللي شافه راسه كبيرة مقارنة بجسمه، وان الكائن ده عينيه كبيرة وملهاش رموش لكن عنده جفون وأنف صغيرة وفم صغير. وبعد الكلام ده بفترة تم تسريب فيديو لتشريح كائن غريب بنفس المواصفات اللي وصفها العقيد فيليب، واللي بيثبت الواقع أكتر لما طلع العالم بويد بوشمان واللي كان شغال أساساً في المنطقة 51. في فيديو مدته 33 دقيقة بس أكد فيهم وجود الكائنات الفضائية ووصف نفس الوصف اللي قلنا عنه، بس تزود عليهم شوية معلومات كده زي مثلاً إن طولهم أساساً حوالي متر ونص، وإن عندهم ثلاث عظام بارزين في الظهر وأضلع أقل من البشر،
وقال كمان إنهم مش بيقدروا يتكلموا لكن بيقدروا يتواصلوا مع البشر عن طريق التخاطر، وقال إن أعمارهم بتوصل ل230 سنة وإن هما فصيلتين، فصيلة ودودة للبشر وفصيلة عدوانية جدا. والكارثة بقى إنه لما طلع في الفيديو كان معاه صور عرضها فيها نفس الشكل للكائن اللي الكل وصفه. Who was flying these things? He therefore said, fine, they're approximately 5 feet, 4.5 to 5 feet tall. They had one are much more friendly and have a better relationship with us. Here's the other side of alien. وكمان اتكلم عن المنطقة 51 المهندس فليب شنايدر، وقال ان في ابحاث تقنية حديثة جدا بتتم تحت اشراف كائنات من جوف الارض هناك، ده غير بقى مشروع ابي جيل اللي تم في المنطقة 51 واللي كان مشروع كارثي فعليا، وده بقى هنتكلم عنه في حلقة لوحده. بس سريعا كده، هو عبارة عن تجربة على البشر وفشلت، ده غير كمان السكان المحليين اللي دايما بيوصفوا اجسام غريبة بتطير في السماء وان ليها انوار جامدة جدا، وبرضه محدش عارف الاجسام دي ايه بالظبط. اما اغرب الظواهر واللي برضو الناس ربطتها بوجود كائنات غريبة في منطقة 51 مع انها موجودة برضو في اماكن تانية كتير، وهي ظاهرة كاتل ميوتيليشن. ايه هي بقى الظاهرة دي؟ أصحاب مزارع الماشية بيلاقوا الحيوانات مقتولة ومتاخد منها أعضاء معينة وباقي أجسام الحيوانات سليمة، والغريب بقى في الموضوع طريقة تقطيع الحيوان لاستخراج الأعضاء دي، واللي بتكون بطريقة جراحية دقيقة جدا، واضح إنها طريقة متقدمة حبتين يعني. والأكثر غرابة إنهم بيلاقوا الحيوانات مش منزلة نقطة دم على الأرض، وإن الدم مشفوط كله من جسم الحيوان كأنه اتشفط بآلة أو حاجة، لدرجة إن الجلد بيكون مكرمش كده بسبب الشفط، ودايما ما بيلاقوش أي أثار رجلين جنب الحيوان، لا رجلين بني آدمين ولا حتى حيوان، مش نوع معين من الماشية، لا ده كل الأنواع تقريبا بيحصل فيهم كده، بقرة، طور، خروف، أي حاجة. ومن الأعضاء اللي دايماً بتتاخد اللسان أو الفك أو العينين والقلب وحاجات تانية. وأكتر البلاغات اللي بتتقدم في الموضوع ده بيصاحبها شهود شافوا أضواء غريبة يومها في السماء. الناس كتير بقى من اليوفولوجيست، ودول الناس اللي بتأيد وجود الكائنات الفضائية، وجهة نظرهم في الموضوع ده إن اللي بيعمل كده في الحيوانات الكائنات الفضائية بسبب عدم وجود دم نهائي حتى تحت الحيوان اللي اتقتل، والطريقة الجراحية الاحترافية اللي بيستخرجوا بيها الأعضاء. أصل إيه تاني يعني ممكن يعمل كده في الحيوان؟ لو افترضنا إنه حيوان تاني شرس مثلا، أكيد كان هيبقى فيه دم أو أشلاء أو لحم الحيوان نفسه متاكل. فممكن يكون اللي بيحصل ده تفسيره إيه؟ بس تربط بقى الكلام ده بكلام الناس اللي اتكلمت عن موضوع الكائنات الفضائية وسكان جوف الأرض، وتلاقيهم بيقول إن الكائنات دي بتتغذى على الأغشية المخاطية، فتضطر تسأل نفسك هل فعلا الكائنات دي موجودة وممكن تكون هي اللي بتعمل كده، وهل في منهم موجود في المنطقة 51 فعلا؟ دي كانت حلقتنا النهاردة. أحب أفكركم إن الكلام ده لا يعبر عن أي رأي شخصي، وإنه مجرد معلومات بنقلها لكم في سياق مترابط، وهسيب لكم المصادر في صندوق الوصف تقدر تطلع عليها في أي وقت. ولو عجبتك الحلقة ياريت تعمل لايك وتشير الفيديو لأصحابك، وتكتب لنا انت مع أن وجهة نظر، هل المنطقة 51 منطقة عسكرية بس ولا ليها علاقة بشكل ما بالكائنات الجوف أرضية والفضائية؟ وهل أصلا ممكن نكون مش عايشين لوحدنا في العالم ده وفي كائنات تانية عايشة وسطنا؟ بس كده، استنونا في حلقة جديدة من حكايات مستدليل. كانت معاكم تي، أشكركم على المتابعة ودمتم بخير.